السلام عليكم. يعني كني وكان كولومبيين الكبار، يعني من تستخدم النهار الدور عفوا اليوم الثالث على التوالي في مدينه نضره، يعني من تستخدم يعني زي المجال كولومبيا في مدرسه التكوين المهني؟ اولا من لا يشكر الله لا يشكر الناس. اولا شكر السؤال وريتان شكر المسؤولين هنا داغي التكوين وريتان، يعني الاضافات صراحة الأساتذة بمستوى يعني بعض المعلومات يعني على حسب تركب الشوكويات يعني على حسب الخطر شكل الشفوذ العدد من الضحايا توقع حنا مدير المغرب. صراحة نتمنى غادي يدير منوية غادي يدير حتى ديال المركز الإقليمي للدريوش باش تستافد من التصميم ذلك القمة وستيف دنشان. نشكر مرة الأعضاء المسؤولين هنا اللي كاين غيكين مجهود سوطا صراحة الصناع على الغرفة الصناعية الأساتذة زعما صراحة يجي المجهود كنت كاين ضرب قران نشكر سوطا. نتمنى منوية غادي تكرر ديال المهن النظام ماشي غير المهنة الكولومبية يعني تركب الشفويات، نتمنى غادي تكرر ديال المهن التفاو ديال بعض الصناعيين ما شاء الله موجودين الشباب ديال نيوزاني مقرر غير تجربه الزهراء نقضي مناويه ديال الميدان وريتان. نتمنى غنستافد ديال الميدان التفاو ما غادي نشوفوا هذه قد الاخطار يداو ديال الميدان التفاو التصميم ديال ما يوقع الحوادث بسبب التماس الكهربائي اللي غدر الاقطار الصناعيه. نتمنى غادي ان شاء الله دي ساعات يوتسن ان شاء الله ديال ولادي ديال الناظور اللي غادي ندير المركز ديال الدروش واخا غادي نقول المراكز الصناعيه الحرفه ديالها غادي ان شاء الله ديال الناظور. ونشكر الشمس والطاس نتمنى غادي تكرر المناوية ان شاء الله. شكرا مره الاصدقاء كاين ديوسين حضرنا كاين شكرا.